الفتاح السيسي بيحمل الرساله للشعب، وساعات يحملها للاعلام، الاعلام مش واخد باله، انتوا ما بتقوموش بالبتاع، وساعات يحملها للناس اللي شغاله معاه، صح؟ بتلاحظ انت مره يقول له يا كامل فلوس الكوبري فين؟ يا كامل فلوس الدائري فين؟ يا كامل ما خلصتش الشغل ليه؟ الشغلانه دي لا علاقة لها بالإدارة. وأنا هشرح لك بعد شوية بوست كتبه أحد الزملاء، أحد الناس على محمد مصباح على الفيسبوك. هوريك ده راجل درس إدارة فيما أعلم، أو فيما علمته من كتابته، لسه سيبك من دي دلوقتي، أنا هرجع لها بعد شوية. عبد الفتاح السيسي يتعمد يهين الكل، يكلم كامل ويشد عليه، ويكمل الراجل، فاكر انت الراجل عضو البرلمان لما بيقول له يا فندم الناس تكلم عن حد الادنى، قال له انت مين انت؟ انت مين انت؟ تكلم في حاجه ما تعرفهاش ليه؟ الكلام ده مهم جدا انك تعرفه، لان دي استراتيجيه يا جماعه. هو يريد ان يظهر بنظريه الملاك، هو يعرف وغيره لا يعرف، هو شاطر وغيره مش شاطر، هو سياسي قاعد 50 سنه يدرس، وقعد 50 سنة يعرف يعني ايه دولة، وقعد، والبقية دول جهلة، لا أريكم إلا ما أرى. هو نفسه زمان كان بيقول لك إيه؟ ما تاخدوش حاجة إلا مني أنا، اسمعوا كلامي أنا بس. فاكر الراجل الضحية ده؟ في راجل غلبان فرموا السيسي، أنا كنت فاكر إن ده هيكون آخر الضحايا هو وكامل، بس كامل كمل، والراجل الغلبان ده معرفش هو فين. يا ريت ما نستدل على عنوان الراجل الطيب الغلبان ده اللي اتسحب من لسانه او جابوه قالوا له قول كده ويوقعوه عشان السيسي يضربه، يقول لنا عليه. هفكركم بيه الراجل الطيب ده، يا ريت يا استاذ اسمع. شكرا. بقول لحضرتك ايه؟ انت مين؟ طب ايه؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ انتوا دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟ انت فاكرني لما تيجي تقول الكلام ده في موضوع في موضوع عام زي كده تقول لي ارجع ارجع؟ انت عايز دوله تقوم ولا عايز تفضل ميته؟ لا لو سمحت من فضلك، لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس واعرفوا البلد دي فيها ايه. 3000 جنيه حد ادنى ابقى بعد كام سنه؟ ده الراجل ده كان ابعد نظر من السيسي، لان مشروع قناه السويس طلع فنكوش، صح ولا لا؟ مؤتمر شرم الشيخ طلع فنكوش، مشروع العاصمه الاداريه طلع ايه؟ فنكوش. فمش احنا اللي قلنا، الراجل ده قال لك انتوا اوعى مش عارف ايه اوعى. جه مره علق على وزير النقل، صح ولا لا يا شباب؟ جه مره عرتين علق على كامل، اخر مره علق على مين؟ على محافظ القاهره. محافظ القاهره لواء شرطه غلبان، وظيفته الاساسيه في هذا النظام بتاع السيسي هو حماية الأمن بس، لا نضع ولا بتنمية ولا بأي شيء، ملوش علاقة بحاجة خالص على فكرة. وده كلام كاتبه حد على الفيسبوك قبل قليل، كنت بشوفه جميل عجبني، من ضمن الأفكار اللي تعجبني، إنه اسمه ياسر بحيري على أمازون، ويقول لك المحافظ ده ما هوش، ما عندناش محافظين سياسيين، ده عنده مترو القاهرة بيدخل مليارات، عنده السياحة، عنده حاجات كتيرة جدا، بس هو ما يعرفش عنها حاجة ليه؟ لانها رايحه في ميزانيه الدوله ورايحه على ميزانيه الوزارات. يعني الدخل اللي داخل من مترو القاهره رايح للقاهره ولا رايح لوزاره النقل والمواصلات؟ حد يقول؟ الدخل اللي داخل من الاثار والكلام ده كله رايح كله لمحافظه القاهره ولا رايح لوزاره السياحه والاثار مثلا؟ ده كلام، لان ما فيش اداره محليه مظبوطه. عمل ايه السيسي؟ تنمر على محافظ هو نفسه من وقع على قرار تعيينه. ليه؟ نفس السلسلة، إنه يخلي سبيله، إنه يغسل يده حتى من معاونيه. مفيش كده في الدنيا، مفيش حد يغسل إيده من الناس اللي بيشتغلوا معاه، المفروض يدافع عنهم. نفس ترامب بالظبط، كان معاه محامي اسمه كوهن، كوهن كان كويس ومحامي شاطر، مجرد ما كوهن شهد عليه قال لك ده محامي بتلاتة أبيض وما يعرفش حاجة وكذاب ونصاب، ومانافورت كذاب ونصاب، ومايكل فيلن كذاب ونصاب. دي شخصية معقدة جدا ما تقدرش تفهمها بسهولة. شخصية أنا ما أعرفش، أنا درست طب نفسي صحيح، بس كان في زمان مثل كان أحمد عكاشة اللي بيقوله، خلي بالك في شخصية
يقول لك والله تركب الاتوبيس تلاقي واحد حاطه ميك اب كبير وكتير قوي وتعمل لك فتقوم انت حضرتك جاي من اخر اتوبيس ايه مقرب عليها اشوفك الساعه كام يا مدام او استاذ تقول له نعم نعم يا ده العادي انت فاكرني جايينهم انا مش منهم يروح امك الله امال انت ايه لما انت مش انت انت هم نفسهم نفس الشخصيه شخصيه مريضه ضعيفه لكن بتتنمر على الاخرين وريني كلامه مع المحافظ وانا اثبت لك بالدليل تنمر على محافظ تنمر على عضو مجلس الشعب تنمر على وزير النقل السابق تنمر على كامل الوزيري تنمر على الشعب تنمر على التخان تنمر على الرفيعين تنمر على الشعب كله في يوم من الايام قال لك ادرسوا الاول سياسه وبعدين تعالوا كلموا انا بقالي 100 سنه لا اذا ده نمط سلوك لشخص مريض هو يريد يمشي بيك في هذا الطريق بيجي حد يحط له استراتيجيه بيقول له يا فندم ده دماغك دي دهب والله يا ريتك تلبسهم في حيط الشعب ده لكنه مريض من الداخل عنده شويه ممكن داء العظمه داء الاحساس بالفشل فيقول لك لما ارميها عليهم رمى كل المسؤوليات على كل من حوله بدءا بالوزراء بالمحافظين بالمسؤولين بالشعب نفسه المره الجايه هيقول لك بقول لكم ايه دماغ اهاليكم بقى انا مش فاضلكم انا عاوز حته كده اريح فيها ومش عاوز صداع فاهمين قفل الاعلام عاوز يمارس هو الاعلام ويختار الاعلاميين ويختار الضيوف ويختار المشاهدين وينامكم من المغرب يخرب بيته وبعدين في الاخر يطلع يقول لك ايه على فكره انا مش سياسي امال انت ايه هات لي بقى الحته بتاعتك من السياسي كده لانها بتعجبني قوي عشان اقول لكم السيسي يطلع ايه بعد كده محدش يفكر يا جماعه يدخل معانا في الموضوع ده لان انا مش سياسي انا مش سياسي بتاع الكلام لا انا عمري ما كنت اتكلمت بالطريقه دي ده كله ما انت سياسي امال تبقى ايه يبقى ايه يا رجل انا حمار انا 150 حمار في بعض انا حمار اذن خليني بقى اوريك المشهد بتاع المحافظ اللي اتبعترت كرامته ولسه قاعد في مكتبه وده محافظ من داخلي حطه محافظ القاهرة شوف اتعامل معاه بمنتهى الإهانة ليه بقى لأن عبد الفتاح يبدو انه كانوا بيهزقوه في الجيش وهو ألف مرة من المرات لو يلحقوا زملائي يبقى عظم على عظم ألف مرة من المرات دخل علي قائد كبير وقال لي مين النتن اللي حط الدبوس في الأستيكة قلت له أنا فد ففعلا كان بيتهزق يعني واضح انه متأثر بفترة الجيش لما كانوا بيهزقوه قوي وبيدوله على قفاه باعترافه مش بكلامي ولا بادعائي اتفضل يا سيدي هات محافظ الاول ما اعرفش انت هتبقى جاهز ترد على الرساله دي ولا لا صندوق العشوائيات عندك بيجمع كام او في كام فلوس هو سيادتك بالبلاد عندك انت اتفضل لا معلش تعرف ما تعرفش طب هسالك سؤال تاني السؤال مش هدف انه اي حاجه والله دخل المحافظه كام المحافظه يا فندم دخلها كام سيادتك يعني صدق وتام بالله لا انا عارف دخل مصر كام بالحته يا فندم احنا مش عايزين الله ده شغل ده شغل اذا ما كنتش تعرف كل جنيه في محافظتك وازاي تعظمه وازاي تكتره عشان نحل مسائل زي دي طب انا هقول لك اتعمل لك كام كوبري في الاربع سنين اللي فاتوا انا اقول لك انا اتعمل له كوبري السلام وكوبري العجوزه وكوبري الحسين والكوبري اللي هو شربه ده يعني ده اكبر كوبري اتعمل فيه ده مش كوبري ده كوبري جامد قوي يعني ده زحلقه وزحلقه من على قمه الكوبري ده بقى رئيس دوله ده رئيس دوله مش جايبه يقعد معاه ده مش نمط اداره عمره ما كان نمط اداره عمره ده نمط بلطجه تنمر على الناس لإرهام الشعب انه يعرف كل حاجه. الاستاذ اللي احنا خدنا البوست بتاعه النهارده الاستاذ محمد مصباح حط حاجه على البوست عجبتني وهي فيها من نظم الاداره النذر المفيد. قال لك اللي شايفينه السيسي ده اللي عمل السيسي ده مش دارس في الاداره. ده اولا أسوأ مثال للاداره، انا باخد لك الكلام بتاعه لانه كلامه مهم. بيقول يا سيدي اول حاجه ان نظام البرفورمانس مانجمنت سيستم
اللي هو تقييم، نظام تقييم إدارة الأداء أو إدارة الأداء، لا يقوم على فكرة القفش أو اللقطة. يعني الراجل ده ممكن يكون كويس جدا في أي حاجة ودي سقطت منه. إنه الإدارة تقوم على التقييم بالأهداف أو الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هو الكي بي آي. دلوقتي في نظام تاني في الإدارة اسمه الإدارة بالنتائج، مانجمنت باي ريزلتس. ده جديدة خالص، دي مش جديدة قوي يعني، بقى لها مدة طبعا السيسي ما اسمعش عنها. بيقول لك انه مش من ضمن اهداف الادارة الانتقاد العلني. مفيش انتقاد علني ابدا في الادارة يا جماعة. انت حضرتك بتعبر عن انتقادك عن شيء ولو باشارة او انما ما بتنتقدش علني. انت بترجع تاني تشوف الاداء دوت، تشوف معلوماته، بتبعت له وتتصل بيه تقول له يا فندم كان يجب تعمل كذا ما تعملش كذا. انا هقول لكم على مسائل والله في كلام كتير جدا 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 يعني في الادارة وفي الخطط وفي الكلام ده. فبيقول لك انه السؤال في وجود اعلام ممكن يسبب ارتباك. يعني الراجل ده ممكن يكون عارف بس لما سالته في قدام الاعلام لو رديت على السيسي هيغلطك. يعني يقول له ايه انت عارف كم في العشوائيات؟ هيقول له 2 مليون ونص يا فندم. ايوه عادي. فالسيسي يقول له انت متاكد؟ هيقول له ايوه يا فندم متاكد. هيطلع السيسي كداب، هيقول لا مش متاكد. ايه رايك بقى؟ ويقفل له الليله. ليه؟ لانه عاوز يغلطه، هو جايبه عشان يمرمطه، هو يمرمطه. الشاب الاستاذ او الاستاذ محمد مصباح بيقول لك من مبادئ الإدارة المسؤولية المشتركة، طبعا shared responsibility. زي ما بديك صلاحية، مين اللي عين الراجل ده؟ الفتاح السيسي. أنت لما تغلطه وتخليه يغلط أو تتلعسمه أنت بتتنطط وبتتنمرض عليه. حاجة الخامسة اللي بيشرحها الأستاذ محمد بيقول لك في حاجة اسمها البروبيشن بيريود اللي هي فترة الاختبار 3 شهور، بتسيب الراجل ياخد راحته، يعرف هو رايح فين ولا منين ولا 6 اذا كان غلطان فانت اللي اخترته. 7 انك حرقت الراجل قدام التيم بتاعه، هيشتغل ازاي؟ هيرفع عينه في وش الناس اللي معاه ازاي؟ 8 انه السيسي سال وما اداش فرصه لاي حد يرد. 9 في حاجه اسمها ريبورتنج لاين، خط المراجعه، خط مش المراجعه، المتابعه سميه. انا برفع تقرير لمين؟ هو المفروض عبد الفتاح السيسي الراجل ده مسؤول مباشرة من عبد الفتاح ولا مسؤول مباشرة من وزير التنمية المحلية؟ وزير التنمية المحلية، ثم وزير التنمية المحلية مسؤول من مين؟ من رئيس الوزراء، ثم رئيس الوزراء. يبقى عبد الفتاح السيسي ينزل للمستوى اللي تحت اللي ممكن ما تكونش متوفرة عنده معلومات بالعلم والإدارة. عبد الفتاح بقال ترشاجي، أنا آسف بحب الترشاجية جدا وناس كويسين على عيني على عيني وكل حاجة، بس اللي بيعمله ده مسخرة. ليه؟ لأنه عاوز يطلع الناس كلها جهلة وهو الذي يعلم. قال لك 50 سنة بتعلم إدارة، أنتوا ما بتفهموش في السياسة، أنتوا رفيقتوا خان يا رمم يا اللي بتعرفوش تاكلوا عارفوش تشربوا، أنتوا لازم تعملوا. ده منطق واحد فاشل ويريد أن يحملك المسؤولية، لأنه لو كان بيجيب جون زي ما هو بيقول ما كناش وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي. لو الصين وقعت على العاصمة الإدارية، لو دبي ما خدتش المشاريع بتاعت قناة السويس اللي فشلنا أن احنا نسوقها وبعناها بنص الثمن، بنبيع بنخلي الناس عم نخلص 50% على الدخول ولا العبور لقناة السويس، ده معناه ايه؟ انه فاشل. لما الديون توصل ل 102 مليار معناه انه فاشل. لما تستحق الديون في نص الديون يستحق في 2020 يبقى ما فيش رخاء ولا فيش نعيم ولا فيش نفط ولا فيش اي حاجة هتشوفها في الدنيا. واول ما النفط يجي في 2020 زي ما بيقول في حقل زهر ولا الغاز، هيتلاقي قدامه البلاعة اللي هتاكله، نار جهنم اللي اسمها الايه؟ الديون. وفي الاخر بعد كده على 20 تيجي ولا 22 يكون السيسي جابها ايه؟ جابها ارض، ويقول لك اجدد الايه؟ جددوا البيع على السيسي. مفيش هنا، مفيش بعد انساني زي ما محمد بيقول في اللوحه، مفيش بعد انساني. انت ما بتراعيش ظروف الراجل، ما بتتكلمش معاه حلو. القائد هو اللي بيتكلم عن انجازات فريقه مش قد ايه انا جامد. كلام حلو قوي الكلام ده، احفظوا اللوحه دي. ايوه انت تبقى فخور بالفريق، انما تقول انا اللي عملت، انا اللي سويت. الطريقه دي لانه تهان في الجيش واتبهدل واتمسح به البلاط. انا بقول لك على مسؤوليتي وعلى مسؤوليه السيسي نفسه، السيسي نفسه اللي قال كده مش انا. دخل قال مين النتن اللي حطت الدبوس في الاستيكه؟ المكتب مكتبي والاستيكه استيكتي، وانا بادي شغل وهو بيتجاوز معايا، فانا ما ردتش. فقال مين النتن اللي حاطت الاستيكه، اللي حاطت الدبوس في الاستيكه؟ فقلت له انا يا فندم. قال لي تبقى انت ضابط كذا.
ايوه ايوه يا جماعه، هو راجل بيتهزق ومبسوط انه بيتهزق، فهو فاهم ان اسلوب الحياه هزقني شكرا، هزقني من فضلك، هزقني دقيقه وخد دقيقه دعابه، مش ممكن مش ممكن. فهو بيعتبر الشعب المصري ده كله لازم يتهزق ويتغسل ويتمسح ونتخلص منه، خلصنا من الاخوان، خلصنا من الاسلام، خلصنا من الثوره، نخلص بقى الشعب، احنا فاضيين، خلينا نخلص من الزباله دي. هو يرى الناس كده، هو يرى الناس كده، السيد بتاع نحمده يرى الناس كده، يرى الناس ان هم زباله. لما تيجي بقى تحط السيسي في موقف علمي او حقائقي او معلوماتي، معلوماته صفر،